بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية الصديق العزيز، السيد رئيس مجلس الجهة، السيدات والسادة الحضور الكريم. يطيب لي بمناسبة افتتاح أشغال هذا الملتقى الجهوي حول الاستثمار والتشغيل والتكوين أن أرحب بدوري بالحضور الكريم، كما أتقدم بالشكر الجزيل للسيد الوزير على تلبيه دعوه الحضور، كما اود ان انوه بالسيد رئيس مجلس الجهه على هذه المبادره الجيده والتي سيكون لها الاثر الايجابي من حيث طرح الافكار وتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الفاعلين والمتدخلين خلال هذا الملتقى الهام. وجدر الاشاره ان هذا اللقاء مناسبه لخلق تصور جماعي حول المبادرات الراميه الى تشجيع الاستثمار وتثمير راس المال البشري تنفيذا للتعليمات للتوجيهات الملكية السامية، لا سيما تلك المتضمنة في الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيداه بمناسبة ذكرى عيد العرش، حيث قال جلالته: والواقع أنه لا يمكن توفير فرص الشغل أو إيجاد منظومة اجتماعية عصرية ولائقة إلا بإحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار ودعم القطاع الإنتاجي الوطني. حضرات سيداتي والسادة، لا يخفي عليكم أن جهة طنجة تطوان الحسيمة تشهد نهضة حقيقية بفضل الأوراش الملكية الكبرى والمشاريع التنموية المهيكلة جعلتها تتوفر على بنى تحتية بمواصفات جيدة تمكنها اليوم من الاستفادة من موقعها الاستراتيجي كملتقى للطرق التجارية العالمية في تعزيز تنافسيتها واستقطاب استثمارات وطنية ودولية. بالموازاة مع الدينامية الاقتصادية بالجهة، شكل العنصر البشري رافعة للتنمية وعاملا اساسيا للرفع من انتاجيه النسيج الاقتصادي الجهوي. وفي هذا الصدد، فان انشاء مدينه المهن والمهارات بطنجه، والتي ستبدا عملها ابتداء من عام 2022 باستقبال اكثر من 3200 متدرب سنويا، خطوه حاسمه واسهام في خلق قيمه مضافه جديده وتعزيز قابليه التشغيل لفئه واسعه من الشباب. وبالرغم من هذه الانجازات المهمه والمجهودات المبذوله، تبقى التقائية السياسة والبرامج العمومية رهانا حقيقيا للرفع من مردوديتها ونجاعتها. وفي هذا الإطار قمنا بإحداث اللجنة الجهوية للتنسيق، والتي تهدف أساسا على تحقيق انسجام والتقائية عمل هذه المصالح. حضرات سيداتي والسادة، وفي هذا السياق وتنفيذا للتعليمات المولوية السامية، نحن مطالبون جميعا من أجل المساهمة في تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد وميثاق التنمية وميثاق الاستثمار، كما ندعو كافة الفاعلين الترابيين بالجهة تضمين البرنامج الجهوية والإقليمية لآليات لتحفيز الاستثمار والتشغيل، وخاصة من خلق بنك مشاريع جهوية جاهزة للاستثمار على غرار ما أنجزته الدولة في مجال إحلال الواردات، وذلك من أجل جاذبية أكثر للاستثمارات. في الختام، أتمنى لكم التوفيق في أشغال هذا الملتقى، وأدعوكم إلى الأخذ بعين الاعتبار مخرجات أشغال اليوم الدراسي حول التشغيل والتكوين الذي تم تنظيمه في مارس 2019 من طرف ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة. وفقنا الله جميعا لما فيه خير لبلدنا العزيز تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.